وللحديث أكثر ينضم معي المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل الأستاذ صالح الزويد. أهلا بك بداية. حياك الله أخي أحمد وحيا الله أستاذ المشاهدين. حياك الله. ما هي أكثر الأنشطة يعني مخالفة للأنظمة والتشريعات بالنسبة لهيئة النقل؟ أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للنقل هو رفع كفاءة وفعالية خدمات النقل والمساهمة في تطوير خدمات اللوجستية في المملكة. الهيئة العامة للنقل بصفتها الجهة المنظمة لأنشطة النقل البري والبحري والسككي تقوم فرقها الرقابية بشكل دوري بعمل جولات رقابية وعمليات فحص ميداني للتأكد من مدى امتثال والتزام المشاة المرخصة بتطبيق الأنظمة والتشريعات المنظمة لخدمات النقل في مختلف أنحاء المملكة. تشارك أيضا الجهات الحكومية ذات العلاقة مشكورة في بعض هذه الجولات. كما ذكرتم في شهر يوليو الماضي قامت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل بعمل أكثر من 84,480 عملية فحص ميداني، ضبطت خلالها أكثر من 11,690 مخالفة. تركزت هذه المخالفات في نشاط نقل البضائع، أيضا نشاط الأجرة، نشاط النقل المتخصص، ونشاط تأجير السيارات. تنوعت هذه المخالفات، أبرزها كان تشغيل مركبات وسيارات الأجرة أو الحافلات لنقل الركاب دون الحصول على بطاقة تشغيل. هذه البطاقة التي تصدرها الهيئة بعد التأكد من نظامية المركبة وسلامة فحصها الدوري وأيضا صلاحية تأمينها مما يضمن نقل آمن للركاب. المخالفة أيضا أخرى استخدام سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد. الهيئة العامة للنقل حددت عمر تشغيلي محدد لبعض أنواع المركبات في الأنشطة بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، مثل 5 سنوات لسيارات التأجير، أيضا 5 سنوات لسيارات النقل التعليمي، 10 سنوات من سنة الصنع لحافلات النقل التعليمي، 20 سنة لشاحنات النقل الوضائع، وغيرها من الأنشطة المحددة في اللوائح تصدرها الهيئة. أيضا من ضمن المخالفات هو عدم التقيد بالاشتراطات، كعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنات، أيضا عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللوائح المنظمة لهذه الأنشطة. طيب بالنسبة للعقوبات التي يعني تنتظرهم أستاذ صالح، يعني ما هي العقوبات؟ اللوائح التنفيذية للأنشطة التي تشرف عليها الهيئة حددت المخالفات والعقوبات المالية التي تقع على مخالفي هذه الأنشطة. مثل ما تعلم انه النقل او قطاع النقل قطاع حيوي يضم العديد من المنشآت الجيدة التي تسعى لتقديم خدمات ممتازة وتساعدنا في رفع جودة الخدمات. نسبة الامتثال في تطبيق الأنظمة والتشريعات وصلت الى 86% خلال شهر يوليو، هذا مؤشر جيد على التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة. في الجانب الآخر للرقابة دور كبير في رفع مستوى الخدمات، ايضا المستفيدين لهم دور ويساعدونا بشكل كبير في رفع الخدمات. خلال شهر يوليو الماضي استقبلنا 1430 بلاغ من المستفيدين من أنشطة النقل. ندعو الجميع للإبلاغ عن أي شكوى أو أي مخالفة على الرقم 938. سيقوم الزملاء بمتابعة هذه الشكوى ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.